بوم. هلو ايفريوان حبايب قلبي جريد 3، كاملين مع بعض منهج كناك. النهارده برضو عندنا حصه مهمه جدا. لاست سيشن الحصه اللي فاتت كنا قلنا عن بريزنت كونتينوس، المضارع المستمر. قلنا ده بيعبر عن اكشنز هابينج ناو، احداث بتحصل دلوقتي حالا. قلنا بيتكون ازاي، قلنا سبجكت الفاعل اللي هو واحد من 9 حاجات، 7 ضمائر واثنين اسماء. مين السبعة الضمائر؟ I, you, they, he, she, it. والاثنين الاسماء singular noun plural noun. اسم مفرد اسم جمع. قلنا I بتاخد am. هي شي اسم المفرد برضه عضو، يبقى ياخدوا ايه؟ وي يو ذي دان برضه يحبوا ار ام از ار اي ان جي للفيرب. قلنا ام از ار اي ان جي للفيرب، للفعل نضيف له اي ان جي بعد ام از ار. قلنا لو كان الفيرب الفعل اخره اي سايلنت نعمل ايه؟ ريموف اي اد اي ان جي، يعني نحذف الاي ونحط اي ان جي. قلنا بعض الافعال اللي اخرها سي في سي، ساكن متحرك ساكن، زي الرن تبقى رانينج، نعمل دوبليكيشن للام وبعدين نضيف اي ان جي. سويم سويمينج، نعمل دوبليكيشن للام ونحط الاي ان جي. النهارده بقى في حاجه هنتكلم فيها في البريزنت سمبل في المضارع البسيط. ايه؟ فيرب يحب، يعني ايه يحب؟ لاف او لايك. هناخد النهارده لايك. لايك يعني يحب، وعكسها دون لايك لا يحب. اسمها ايه؟ دون لايك. دون لايك. جميل قوي. لايك ودون لايك دول هيجوا مع اي وي يو ذي والجمع. مين؟ اي وي يو ذي والجمع. اهم ركز كويس هنا عشان في حاجه مهمه. اي وي يو ذي وبلورال ناون الاسم الجمع دول هياخدوا لايك يعني يحب، ودون لايك يعني لا يحب. طب امال هي شي اسم المفرد هياخدوا ايه؟ لا ركز معايا، هي شي اسم المفرد اللي هو السنجلر ناون، احنا قلنا دول بيحبوا الاس، يبقى ياخدوا لايك ولا لايكس؟ جميل. طب لو عايز انفي اللايكس دي، احنا هنا نفينا لايك بدون لايك. هنا بص شايف دون لايك دي، هعملها كده، ادي دون لايك ماشي. دي مين يا شباب؟ دون لايك زي دي، بس هنا بس هعمل لها اي اس بس، تبقى دازن لايك بقى اسمها ايه؟ يبقى انا عندي اي وي يو زي والجن مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس. يبقى نقول اي لايك انا احب، we like نحن نحب، you like انت تحب، they like هم يحبون. هنا he likes هو يحب، she likes هي تحب، it likes هو يحب او هي تحب للغير. اقول رهف like ولا رهف likes؟ likes عشان مفرد. طب لو قلت رهف and ليلى like لان دول جمع. طب في النفي بقى خلي بالك، دون لايك ودازن ايه؟ لايك، عشان ما حدش يقول لي دازن لايكس. مش هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس؟ امال ليه يا مستر مش لايكس هنا زينا؟ الاس جت فين؟ جت في دازن، شفطتها قبل ما تروح للايك. المهم ان انا عندي اس. طيب تعال نقول بقى المهم بقى قوي، ان بعد لايك او لايكس دي الفعل لازم يتضاف له اي ان جي. يبقى نزود، هنزود في الأغنية بتاعتنا اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت. احنا قلنا am is are I am G للفيرب، like and likes I am G للفيرب، like and likes I am G للفيرب، like and likes I am G للفيرب. أحمد غفور ركز معايا، لايك اند لايكس اي ان جي للفيرب. طيب
ايه كمان؟ don't like doesn't like I am Jennifer. يبقى تلات حاجات. يلا نقول وراي. M is R. يلا نقول وراي. M is R. I am Jennifer. Like and likes. I am Jennifer. Don't like doesn't like I am Jennifer. جميل قوي. طب تعالى ناخد جمل. انا بحب الاستماع للموسيقى. انا احب I like. ينفع اقول I like listen to music؟ نصلحها بقى نخليها ايه؟ listening. ليه؟ لان في مين؟ لايك بتحب الاي ان جي جدا، بتبقى عايزه الفعل ياخد اي ان جي بقت listening. حلو. طب لو انا ما بحبش تجميع المغناطيسات هقول اي don't like. يس. هنا collect magnets. ينفع collect magnets كده؟ لا. نو. عشان في عشان لايك اند لايكس اي ان جي للفيرب. جميل. طب ما تيجي نقول هو بيحب مثلا لعب الرياضه. هو يحب يعني هي لايك ولا هي لايكس؟ حلو. بلاي سبورتس اهي. ايوه برافو جدا. هي لايكس playing sports. احنا قلنا like and likes I N G. جميل. don't like doesn't like I N G. طيب طب ما تيجي ننفي he likes playing sports. عايزين طيب عايزين نقول هو ما بيحبش مثلا رسم الصور. يبقى هي don't like ولا doesn't like؟ حبايب قلبي يبقى هي doesn't like drawing pictures. لا اللي بيقول بيكتشرز وحش. ايوه كده. هي doesn't like draw pictures. بس طبعا لازم تتعدل draw دي تبقى ايه عشان بعد like drawing. ونقراها بقى. he doesn't like drawing pictures. he doesn't like drawing pictures. طب تعالى نلعب لعبه جديده. let's play a game. هنلعب لعبة قمر أوي. بص لعبتنا بقى. collect magnets يجمع مغناطيسات. take photos يلتقط صور. بص يا نجم هنا الفاعل بتاعي اي. الفاعل بتاعي مين؟ هحب ده ومش هحب ده. يعني هعمل جملتين. اللعبه بتاعتي بص بقى يا جميل. تعالي يا نهى قولي لي يا قلبي هتستخدميني. هتقولي لي انا بحب ده وانا ما بحبش ده. يلا. يا سلام يا سلام يا سلام. اللايك وراحت واخده لي دي ما خلتهاش زي ما هي. حطيت لها الاي ان جي بقت I like collecting magnets. طب ما بتحبيش ده بقى؟ يا سلام على الجمال. I don't like. يا سلام. قالت لي remove E شيل ال E و add I N G. قالت لي I don't like taking فوتوز. يا سلام يا سلام يا سلام. سقفة كبيرة هنا. ثانك يو سو ماتش. الدكتورة داي هتكمل اللعبة معايا. اللعبة بتاعتنا المرة دي فيها listen to music وفيها draw pictures. بس المرة دي اللي هيلعبها هي مش اي. هي
الدكتورة داية صباح هتقول لي بقى هو بيحب ده وما بيحبش ده. هي لايك ولا هي لايكس؟ برافو عشان هي بتحب الاس. هي لايكس listening to music. هانم هانم. He likes listening to music. هو بيحب الاستماع للموسيقى. ما بيحبش التانية بقى. He doesn't like. احنا قلنا هو يحب. He likes. طب ما بيحبش. He doesn't like. ينفع اقول he doesn't likes? No. He doesn't like. الاس جت اهي. He doesn't like. Drawing pictures. هو مش بيحب رسم الصور. ونسقف لضي صباح. Thank you so much. اللعبة حلوة ولا صعبة؟ حلوة. يلا نلعبها كمان. يلا نلعب. يلا بينا. يلا بينا مستر. يلا يا زايد. ألعب اللعبة مع زايد المرة دي. قول لي يا باشا يلعب رياضة يعني ايه؟ كلنا نقول play sports. يجمع مغناطيسات collect magnets. زايد هيقولها لي المرة دي بس مع شي، والمرة الجاية مروان الطويل هيقولها لي مع وي. ماشي؟ يلا بينا يا اصدقائي. ستاند اب يا زايد. هنلعبها مع شي. هتقول لي هي بتحب ده وما بتحبش ده. شي لايك ولا شي لايكس؟ برافو عليك. شي بتحب الاس تبقى شي لايكس. يا سلام على الجمال. playing sports عشان حط ing عشان بعد لايكس. طب ما بيحبش ده. ما بتحبش ده تبقى شي doesn't. شاطر. she doesn't like. لايك مش لايكس. اوكي. شي دازنت ايه؟ لايك. برافو عليك. كولكتنج ماجنتس. هي مش بتحب تجميع المغناطيسات. سقفه كبيره لزايد باشا. الدكتور مروان الطويل هيلعب معايا دي. يرسم صور يعني ايه يا ميرو؟ draw pictures. ونطق جميل احسن من المستر كمان. طب يلتقط صور. take photos. نلعبها مع مين؟ مع we like drawing pictures. الله عليك. طب ما بنحبش ده. we don't لايك. احنا ما بنحبش. ما بنحبش ده. اعمل ايه في تيكينج دي؟ ريموف اي اد اي ان جي. يبقى وي دونت لايك تيكينج فوتوز. سقفه كبيره لمروان يا باشا. اللعبه سهله ولا صعبه؟ هعملها لكم كلكم في الورق علشان كله يلعبها. اوكي؟ اوكي. طيب تعالى بقى مع بعض كده نقول حاجة. خلي بالك قوي بقى من الحتة دي. and but and but and يعني و and يعني و بنضيف بيها but يعني لكن but يعني لكن. تعالى ناخد and الأول. ركز معايا بقى. احنا قلنا الحته دي مهمه. اند اربط بقى بين اسمين شبه بعض. يعني مثلا انا بحب بتول ونهر. هقول ازاي؟ I love بتول and نهر. يبقى ربطت بين اسمين شبه بعض. حلو. ممكن نربط بين صفتين. انا حاسس ان انا جعان وعطشان. I feel thirsty. I feel hungry and thirsty. ممكن اربط بيها بين جملتين بس بشرط يكونوا الجملتين زي بعض. هطلعكوا بره.
يعني هنا يبقى I like وهنا I like، هنا he likes وهنا he likes، يبقوا الجملتين شبه بعض عشان اربط بأند. بص هنا قلت I like playing sports، انا بحب لعب الرياض، وجملة تانية بتقول I like singing a song، انا بحب اغني اغنية. لما اجي اربط بينهم كده هنا هربط بأند ولا بات؟ أند، لأن الجملتين شبه بعض. هنا I like أنا بحب وهنا I like أنا بحب، يبقى هنا أقول أند، يبقى I like playing sports and I like singing a song. طب افرض كانت الجملة عاملة كده يا نوح، I don't like collecting magnets، I like drawing pictures، هنا الجملتين دول شبه بعض ولا عكس بعض؟ هنا بيقول I don't like وهنا بيقول I like، متشابهين ولا متناقضين؟ متناقضين، متناقضين عكس بعض، واحدة بيقول أنا ما بحبش والتانية بيقول أنا بحب، يبقى هنا نربط بأند ولا بات؟ بات، يبقى بات بنربط بيها الجمل المتناقضه اللي عكس بعضها. وفي حاجه كمان، بات بيجي قبلها كما، اند مفيش قبلها كما، يبقى بات بيجي قبلها ايه؟ كما، اند ما ينفعش يجي قبلها كما. تعالى كده نشوف حاجه، يلا نعمل جمل ونشوف هنربط ببات ولا اند. I can ride a bike، أنا بقدر أركب العجلة. I can ride a bike. I can't drive a car. Number one. Number two. She likes playing sports. هي بتحب لعب الرياض. She likes singing a song. We like collecting magnets. We don't like taking photos. يلا باشا، هنا I can وهنا I can't بتساهل. But ليه يا بسبوس؟ عشان قبلها كما وعشان الجملتين عكس بعض، هنا بيقول I can أنا أقدر وهنا بيقول I can't ما أقدرش، يبقى الجملتين عكس بعض، يبقى مين؟ But. يا براء، هنا بيقول she likes playing sports، she likes singing a song، الجملتين شبه بعض ولا عكس؟ شبه بعض، يبقى نربط بمين؟ and. برافو عليك، يبقى هنا هقول she likes playing sports، هي بتحب لعب الرياضة، and she likes singing a song، وبتحب غناء الأغنية. محمد فايد، we like collecting magnets، وهنا we don't like taking photos. But ليه يا صديق؟ عشان قبلها كما وعشان مش شبه بعض، هنا بيقول we like وهنا بيقول we don't like، يبقى فهمنا كده ان and للي شبه بعض، but للي عكس بعض. اوكي؟ اوكي، يلا نحل. انا قلت 116 116 يا شباب. بص يا صديق، يلا بينا هنا نمبر 1، يا أسيل، هيز كولكت ماجنتس ولا هيز كولكتينج ماجنتس؟ كولكتينج، اخترتي كولكتينج ليه يا أسيل؟ الله عليك، قالت لي ام از ار
اي ان جي از لازم الفعل ياخد اي ان جي. اي يا محمود انا زي هتاخد از ولا ام؟ اخر كلام ام. اي ام قلنا ام بس ما معاش غير اي. اي ام بلاين سبورتس او ام بلاين سبورتس انا بلعب رياضه. واتشر هنا بيقولك وات ار يو يا مالك مش في دور يا ابني. وات ار يو داز ولا وات ار يو دوينج يا مالك؟ وات ار يو داز ولا دوينج؟ دوينج. ليه يا صديقي؟ عشان ار. واحنا قلنا ام از ار اي ان جي للفيرب. ما هي اي كابيتال. Do you like do you like يا عياد reading ولا read a book؟ ليه يا صديقي؟ عشان قلنا am is are ing like and likes ing للفيرب. وهنا في like اهو. Do you like reading a book؟ تحب قراءة الكتاب؟ راجع الكلمات معايا. playing sports drawing pictures singing a song taking photos listening to music collecting magnets يلا بينا يا ندى. what music are you برافو. What music are you listening to؟ الموسيقى اللي بتسمعها. يبقى نكتب هنا كلنا listening. بسبوسة. I'm listening to pop music. أنا بسمع لموسيقى البوب أو الموسيقى الشعبي. ضي صباح. I am excellent. برافو عليك يا داي. قالت لي I'm taking photos عشان am بتاخد الverb plus ing. يلا دكتورة نهى. She's collecting magnets. excellent نهى. هي بتجمع مغناطيسات. الدكتورة بتقول He's playing sports. يا سلام يا هاني. هو بيلعب رياض. الدكتورة رغد رهف هتعملي ريوردر. الله عليك يا هانم. I am collecting magnets. أنا بجمع المغناطيسات. I'm collecting magnets. I'm collecting magnets. I'm collecting magnets. أنا بجمع مغناطيسات. ابعد المسافة بين الكلمات وابدأ بحرف كابيتال وخلص الجملة بيريد أو فول ستوب. هنا ده دور الدكتورة جنى. They are playing sports. هم بيلعبوا رياضة. برافو يا جوجو. They are playing sports. M is R. I am Gilbert. Bravo. I like I am Gilbert. يلا زايد. I am Muhammad. I like playing football. My brother likes a magnet. Collecting. Bravo. أخويا likes عشان أخويا مفرد. Collecting magnets. اخترنا collecting اللي بقى ing. Body likes. My sister likes يا عثمان drawing pictures. أختي بتحب رسم الصور. On the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. اللي جنب إياد عبد الوليد اسمك إيه مصطفى. She is singing a song. Singing عشان is. برافو عليك. She's singing a song. يلا باشا. they is ولا am ولا are؟
they هتاخد مين؟ Are they are playing sports هما بيلعبوا رياضة برافو عمر عمر النجار عمر likes drawing pictures برافو عمر بيحب رسم الصور what music are you يا أسيل what music are you listen listens listening listening برافو عشان are am is are يخلوا الفعل في ing What music are you listening to? الموسيقى اللي بتسمعها pop music موسيقى شعبي. Do you like playing sports? Yes, I do. احنا قلنا لما حد يسألك بdo you تقول yes I do أو no I don't. Do you like fish? حب السمك؟ تقول اللي بيحب يقول yes I do اللي مش بيحب يقول no I don't. يبقى دايما بجاوب ب yes I do أو no I don't على سؤال do you like هنا ده دور أمير playing music ولا collecting magnets يا أميرو collecting magnets شاطر يا أميرو number two بس يا مصطفى محمود listening to music ولا singing a song ده بيغني مش بيسمع ما فيش حاجة بيسمع فيها هو يعني فين في سماعات ولا حاجة في music ماما مش باين ان هو بيغني ده قافل بقه ويبقى ايه listening to music بيسمع موسيقى هنا دي يا خالد كلمة sports يلا نكتبها مع بعض S P for pen O R T S sports برافو عليك صديقي يلا بينا يا رودي كلمة collect C-O-double-L E collect C collect T برافو collect يجمع يغني يا أروى sing spell S I N G sing برافو يا أروى يلا بينا يا كوكو I like قلنا بيجي بعدها الفعل متضاف له ing I like listening to music I like listening to pop music بحب استمع لموسيقى البوب I like listening to pop music I'm listening to pop music يلا يا وردة What are you شطورتي What are you drawing ماذا ترسم شطورة يا وردة Good job What are you drawing ماذا ترسم I'm drawing a cat أنا برسم قط يلا حبيبي اللي احنا قلنا النهاردة هو اللايك يعني انا احب اي دونت لايك لا احب قلنا لايك لازم يجي بعدها فعل متضاف له اي ان جي بص اللايك دروينج اي دونت لايك سينجينج اللايك بلاينج سبورتس اي دونت لايك ليسننج تو ميوزك دي لايك كولكتينج ماجنتس They don't like playing tennis. Okay. خد يا حبيبي بقى هنا خد homework page 122 تدريب على بط وعند اهو
122 وكمان خد 123 124. وتحفظ الكلمات دي معايا. يلا بينا بقى. colors الالوان، كلمة فاتح يعني light وغامق يعني dark، يبقى الاخضر الفاتح اسمه light green. يلا قول معايا بقى، مين اللي ساكت ده وما بيقولش light green؟ light green. light pink. light gray. light blue. طربات تاتو. عكس light، لايت فاتح غامق بقى دارك. دارك جراي. دارك جرين. ما نقولش بقى دارك جراي ودارك جرين. بص بقول ازاي، دارك جراي. دارك جرين. دارك بينك. دارك بلو. يبقى الالوان الفاتحه اسمها light colors. light colors. والالوان الغامقه dark colors. dark